ساعات الرئيس لما تتطلع انه الفرق بين 7 سنوات و3 سنوات ما في هذاك الفرق بين 7 سنوات و10 سنوات ما في هذاك الفرق، بس للاسف احنا في هذا البلد استقرار التشريعات ما في. مجلس النواب 15 اخذ تقاعد، مجلس النواب 16 ما اخذ تقاعد، يعني هناك في 18 زميل من هذا المجلس، والله اعرف بعض الزملاء الذين خلصوا مجلس النواب لا يملكون بنزين سياراتهم، وبالتالي انا بقول انه يكون في هناك استقرار في التشريعات. كل يوم في عندنا قانون ضريبي، كل يوم في عندنا قانون تقاعد، كل يوم في عندنا قانون محاكمات، كل يوم في عندنا قانون عقوبات، وبالتالي إجازة يحيى إذا أمرت. يعني شكرا، أنا أؤيد ما ذهب إليه الزميل حسين القيسي والزميلة وفاء بني مصطفى، وشكرا سعادتك على الخلايلة.